السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتها. لا يخلو الشارع في ولاية المسيلة والرأي العام المحلي والوطني في اليومين الأخيرين من الحديث عن الإمام مصطفى قادري والذي توفي على المنبر في يوم الجمعة وهو صائم، ولن تصدق ما كان يقوله لحظات قليلة فقط قبل سقوطه مغشيا عليه ووفاته على الفور. تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. إنه كان متأثرا جدا بموت أحد الأقارب الذين عنده في المنطقة، كان يتكلم عنه وكان يثني عليه خيرا، حتى غرق في دموعه وفي يعني النهجة اللي حكمته في ذلك الوقت، كان في الدرس فلم يستطع أن يكمل الدرس وتأثر تأثرا بالغا حتى سقط مغشيا عليه، فقامت الجماعة وحملته تقريبا، كانت الوفاة في المسجد، فمات صائما ومات في شهر رمضان، ومات وهو يتكلم عن إنسان على في سكرات الموت. ماذا نقول؟ يعني جمع الله تعالى له جميع الخصال الحميدة التي لا تدل إلا على حسن الخاتمة، التي لو سعينا طول أعمارنا أن نتحصل عنها في الحقيقة لا يكون ذلك إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى.